الحقيقة انه الـ AI او الذكاء الاصطناعي بقى يعني متواجد في حياتنا بشكل كبير جدا. ده حتى انا بقى في شخصيات يا مصطفى بقت يعني AI، شخصيات غير حقيقية بقت موجودة وبتنافس في نفس المسابقات اللي كنا دايما بنسمعها عن الاشخاص الطبيعيه. اصلا فكره تقول اشخاص طبيعيه واشخاص غير طبيعيه دي في حد ذاتها يعني دخلنا شويه حته ثانيه خالص كنا بنشوفها في الافلام يعني. ايوه المهم اسمعوا بقى اللي هتقول انه في فتاه اليه ايوه اسمها كنزة ليلى فازت بلقب ملكه جمال الذكاء الاصطناعي لاول مره في العالم، وقدرت تفوز على اكتر، هي مش لوحدها، على اكتر من 1500 منافس حاسوبي وحصلت على اللقب. راحت عليكم خلاص شكرا. حتى يعني حتى ملكات الجمال. طيب ايه قصه الروبوت كنزة ليلى؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفتنا اللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم، دكتوره مروه الحفناوي، المحاضر بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك استاذ مصطفى وكل الساده المشاهدين. ايه قصه كنزة ليلى؟ ايه اللي خلاها أول ملكة جمال في العالم للذكاء الاصطناعي؟ خلينا نبتدي من إن دي مسابقة لسه جديدة معمولة السنة دي، طبعاً شارك فيها أكتر من 1500 شخصية افتراضية من شركات مختلفة حول العالم، وكنزة كانت من المؤهلين في الآخر أو آخر 10 مؤهلين للجائزة دي، فهي أخذت المركز الأول. دي جايزة لل خلينا نقول لملكة جمال الذكاء الاصطناعي. طب يعني يا دكتور، طبعا بعد التحية، عارفين معايير اختيار ملكات الجمال بشكل عام؟ طبيعيات. يعني معايير اختيار ملكة الجمال الافتراضية كانت ايه؟ هو عملوا 3 معايير لاختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي. أول معيار كان طبعا الجمال، والتاني كان التكنولوجيا اللي هما بيستعملوها، والثالثة كانت مدى التأثير، لأن هو كان أكتر حاجة بيتطلبوها هو كل شخصية من اللي اتقدمت ديت ليها منص أو ليها زي صفحة على السوشيال ميديا، ومينلي كانت على الانستجرام، وبيشوفوا هي قد إيه تقدر تأثر في الناس. وكنزة كانت من أكتر المؤثرين، بحيث إنها كانت جايبة في حدود 200,000 متابع، وكون ان يبقى في هذا الكم من المتابعين والتاثير عليهم، ده يعتبر من الانجازات اللي حصلت في هذا المجال. يعني اللي في اي حوار داير، ان في اي رد على الاسئله للمتابعين، كانت هي كنزة اللي بترد عليه. وطبعا هي كنزة في الاخر هي شخصيه افتراضيه معموله بتقنيه هايله، لان استعملوا فيها يعني اكتر حاجه نقدر نشوفها ان احنا مش حاسين ان هي شخصيه افتراضيه او ان هي شخصيه مش واقعيه. هي الجمال طبيعي جدا، المعالم الوش طبيعيه جدا، ودي كانت من الحاجات المهمه برضو اللي كانوا بيقيموا على اساسها الجمال. هي الاستاذه كنزة ليلى جنسيتها ايه؟ يعني القائمين عليها جنسيتها مغربيه الجنسيه. فطبعا هي واخده الطابع العربي الشديد ومحجبه. فدي كانت من الحاجات اللي اظهرت جدا الطابع الشرقي. وهي بس دي صور اللي شايفينها دي صور AI يعني طبعا هي مش شخصيه واقعيه خالص، هي مش موجوده في الحياه، لكن حضرتك لو شفتها واي من الساده المشاهدين شافها، هي بالنسبه لي اكنها شخص طبيعي جدا. طيب يا دكتور، حضرتك بتقولي هي كنزة ليلى كان عندها 200,000 متابع على انستغرام ومؤثره بشكل كبير، تأثيرها كان في نطاق إيه؟ وإزاي قدرت تجمع 200,000 متابع؟ هي كانت في نطاق تمكين المرأة في المغرب والشرق الأوسط، هي أخذت هذا المجال، وده مجال كبير يعني بالذات في عالمنا العربي وفي الشرق الأوسط. أيوة، إزاي ده حصل؟ يعني هل كانت بتتواجد مثلاً في محافل ليها علاقة بتمكين المرأة؟ هل كانت بتخرج في فيديوهات مثلاً لمتابعينها؟ أثرت إزاي؟ هي طبعا خرجت في فيديوهات، عملت فيديوهات كتير، احنا لو دخلنا على الانستغرام بيج بتاعتها هنلاقي هي عامله فيديوهات وبتتكلم فيها. فهي كنزة تقدر تتكلم 7 لغات،
لا ما احنا براحتنا بقى يعني، ما انا شخص استراتيجي، احنا براحتنا. بالظبط يعني، هي بتتكلم لغة عربية وبتتكلم لغات أخرى، فهي كانت قادرة إنها تعمل مشاركة رائعة مع المتابعين. ليها كم من الصور وكم من زي ما نقول الكومنت أو التعليقات المؤثرة في هذا المجال. ولو شفنا حتى الشخصيتين اللي طلعوا بعد كده في المركز الثاني والثالث، فهي الشخصية الثانية كانت من فرنسا والثالثة كانت من البرتغال، هنلاقيهم برضو أخدوا في مجال التأثير. يعني الشخصية الثانية من فرنسا كانت أخدة في مجال التأثير، المشاركة بين الشعوب وبين الثقافات. فهو برضو اعتمدوا زي ملكات الجمال كده، بيعتمدوا على مدى ثقافة الشخصية اللي هي مفروض متقدمة لملكة جمال. طب ويعني هي مش روبوت، هي شخصية افتراضية، ده اللي أنا فهمته كده من حضرتك؟ تماما بالضبط، شخصية افتراضية معمولة بكود أو بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. مين بقى اللي بيقوم على ده؟ يعني هل دي فرق؟ هل دي شركات؟ هل دول ناس بيشتغلوا في السوشيال ميديا وحبوا ان هم يعملوا حساب يطلعوا بيه السما؟ يعني انا عايز افهم مين اللي في الكواليس؟ بالنسبة لكنزة، هي شركة مغربية الأصل موجودة في المغرب، وهم شغالين في مجال الذكاء الاصطناعي، وقرروا إن هم يشاركوا في هذه المسابقة عشان يوروا الناس برضو مدى التقنية العالية اللي هم وصلوا لها. فهم ما شاء الله قدروا إن هم يثبتوا للعالم كله إن هم عدوا يعني في هذا المجال، وقدروا إن هم ينافسوا على المجال العالمي يعني. يعني ده ممكن يبقى مشروع كويس يا دكتورة؟ مشروع كويس للي عايز يشتغل. طبعا مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح للناس جميعا، وعندنا يعني كم تطبيقات عليه كثيرة جدا. دي كانت احدى التطبيقات بتاعته اللي وارد قد ايه التقنية وقد ايه رسم الشخصية، مش بس الشخصية من الخارج والشخصية من الداخل كمان، بحيث ان هم قدروا يطوروا في المودلز ان هي بترد تلقائيا ولحظيا على اي سؤال بيجي لها او بيتوجه لها. طيب دكتور مروة، حضرتك أشرتي أنه من ضمن معايير اختيار كنزة ليلى التكنولوجي المستخدمة فيها أو المطبقة عليها، إيه الفرق ما بينها وما بين، لو هنتكلم حتى على الشخصيتين الافتراضيتين اللي كانت بعدها، الشخص التانية والتالتة أو الوصفتين، يعني لو بمصطلحات مسابقات الجمال، ايه الفرق في التكنولوجيز؟ لأنه أكيد هم كمان مزودين بخاصية الرد، وايضا اكيد في كمان مخزون من المعلومات وطريقه التعامل اكيد كان موجود برضه. بالظبط، هي كل شركه طورت الشخصيه اللي قدامها، طورتها بمعاييرها هي وبالاكواد الخاصه بيها هي. حتى لو كانوا استعملوا مثلا تول او اداه للذكاء الاصطناعي، فهم اخذوا الموديل وطوروه بحيث ان هو يليق مع الشخصيه. فطبعا ده مجهود خرافي. ما حصلش ان هم مثلا المسابقه ما اعلنتش كل شخصيه منهم وصلت لحد فين في هذا المجال، لكن هي واضح جدا من مدى التقنيه العاليه اللي جت بيها الشخصيات، ان احنا مش قادرين نفرق بيها بين الشخص الواقعي او الشخص الحقيقي والشخص الافتراضي، ان دي كانت تقنيه عاليه جدا في المودلز والادوات اللي استعملوها للذكاء الاصطناعي. طب سؤال اخير يا دكتور، ويعني ارجو من حضرتك رد سريع نظرا لضيق الوقت، مين اللي كانوا قائمين على اختيار ملكه الجمال؟ هما كان في اربع محكمين اساسيين في المسابقه ديت، منهم اللي بيشتغل في مجال الجمال والتجميل وكل الحاجات دي، ومنهم اللي بيشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي برضه ليه في مجال الذكاء الاصطناعي بالتجميل، ومنهم اللي كانوا الأشخاص المؤثرين. فهم كان في ثلاث سيدات ورجل، كلهم بيشتغلوا في حوالين المجال بتاع الجمال والذكاء الاصطناعي والتأثير، ومنهم كمان رواد الأعمال اللي ليهم اوريدي شركاتهم الشخصية، وقالوا إن هم هيحطوا مبالغ مالية كبيرة جدا بعد كده لهذه التكنولوجيا عشان يطوروها ويشوفوا هيوصلوا بيها لحد فين. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره مروه الحفناوي، محاضر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. واضح ان احنا بصدد عصر جديد. هيبقى السؤال، هل هذا الشخص هو شخص حقيقي ام شخص افتراضي؟ يعني وخلي بالك برضو، واضح ان احنا قدام بيزنس جديد.
اكيد ده اللي انا فهمته. يعني مش جديد اعتقد كمان بقاله فتره يا مصطفى، لكن بيدخل مجالات جديده. بس دي صناعه مهمه جدا، لان انت ممكن تبقى قاعد من ورا الشاشه بتصنع شخصيه قمه في الجمال، او بتصنع شخص مثالي جدا بتكلم، وبتجيب بقى حد في القيم وتحطها من خلاله، تحب حد في مش عارف الذكاء تحطها من خلاله، في الثقافه في السياسه. فالافق انا عمال هي بتكلمني عن موضوع الافق، ومشروع رهيب، بس طبعا محتاج ناس تضخ في فلوس علشان توصل بيه للارقام اللي هم. اعتقد ان هو محتاج ايضا تشريعات عالميه طبعا عشان تقدر انت يعني تميز ان ده شخص حقيقي ولا مش شخص حقيقي.